عسلامة، مرحبا بكم شباب، ان شاء الله تكونوا بألف خير. دونك حتى لتوا في السيت متاعنا اللي هو السوشيال ميديا اب بتكنولوجي مير استاك، دونك خدمنا الباج ريجيستر لهنا، نعبيو الدوني متاعنا، دونك نعبيو الدوني لهنا ونعمل ساين اب. دونك لهنا نورمالمون يصنع لي يوزر جديد ويسجله لي في الداتا بيز متاعي، لكن شنو ناقصني لهنا؟ ناقصني ان تو سامبلومون كان نعمل ساين اب لهنا user created successful. اي بورتون لهنا ما عملتش، ما عبيتش لي شون تاعي وما حطيتش لي دوني لهنا. اوكي، دونك اللي باش نعملو انا توا في الفيديو هذايا انه باش نعمل فورم فاليديشن، معناها لازمني نعمل فاليداسيون على لي شون باش كي يبدو فارغين ولا كي يبدو مثلا المود باس نحب فيها كاركتيرات معينين ولا حاجات هكا. دونك باش نعمل الفينومين نتاع الكونترول دي سيزي والا الفورم فاليديشن. باهي، نرجع شويه للخدمه نتاعنا. اي فوالا، هذه الخدمه، دونك هذه الباج ريجيستر، عملنا كيما قلنا لي فاريابل نتاعنا وربطنا لي فاريابل باللي شون انبوت. اوكي، ربطناهم باللي شون انبوت نتاع الفورميلا نتاعنا، ومن بعد عملنا الفانكسيون هذه الاون تشينج في كل انبوت اللي هي تاخذ لنا الفاليريت وتحطهم فك لي فاريابل هذوكم. ومن بعد كي باش نخدموا لا فانكسيون ريجستر هذه اللي هي شنو باش تعمل فانكسيون ريجستر، هذيك الكومبوننت نتاعنا اسمه ريجستر. الفانكسيون ريجستر هذه شنو باش تعمل؟ اول حاجه باش تاخذ الداتا هذه اللي هما قلنا الداتا اللي هما الداتا اللي موجودين في لي فاريابل اللي مربوطين بالانبوت. ومن بعد شنو نعملوا؟ نعملوا بلوك تراي كاتش، نحطوا فيه شنو؟ نحطوا فيه لهنا. دونك عملت كومونتير هذه. اوكي، به نعملوا نعيطوا للسيرفيس يوزر سيرفيس هذه الفانكسيون ريجستر ونعطوها الداتا اللي هما شنو هما الداتا اللي هما الدوني اللي باش نسجلهم اللي هما جايين بالطبيعه من الفورميلير. ولهنا بيان سور نستنى الريسبونس نتاعي، اذا كان عندي ريسبونس دونك وقتها نعطي توست هذه سكسيس اللي هي المساج هذاك نتاعنا، ونفرغ لي شون، نفرغهم كما قلنا بالسيت نتاعهم، دونك سيت فيرست نيم نحط فيها نيول اكسترا بالنسبه لي شون. سينو اذا كان فما ايرور، فما مشكله صارت في الكود هذا نتاعنا، دونك لهنا باش يجيني التوست هذه ايرور يقول لي فيلد وايل ساين اب، اللي هنا باش يجيني المساج اون كاو عندي ايرور. باهي، نرجع توا. دونك المشكله نتاعي هي شنو هي؟ الكونترول دي سي والا الفورم فاليديشن لهنا، وكيفاش باش نخدم انا هالفورم فاليديشن في الرياكت. باهي، دونك لهنا قبل ما نخدم اي حاجه ديما انا نخمم، ديما نخمم كيفاش نخدمها. راهو الخدمه ماهيش وحي ولا حاجه كتهبط عليك، لا هي ريال مو انا عندي مشكله فنخمم في المشكله نتاعي، من بعد نشوف كيفاش باش نخدم الحاجه هذيك. نخمم في المشكله ونحاول نلقى لها حل ومن بعد نخدم. دونك ليتاب نتاع الخدمه راهي اخر ايتاب، راهو الخدمه والديفلوبمون والانفورماتيك اون جينيرال ماهيش كلافيي يحط يدك على الكلافيي ويهبط يبدا الكود هابط، لا راهو انا لازمني نخمم في المشكله نتاعي. كنلزم ومش كنلزم، هذا هذا النورمال انه ديما بجنبي فما بلوك نوت ورقه وستيل ونحاول نخمم في البروبليم نتاعي باش ننجم نخدمها بصحيح. دونك نخمم في البروبليم، نحط دي زي سي، نحط تخربيشات هكا في البلوك نوت نتاعي جوست باش نشوف هكا الفينومين في مخي انا كيفاش باش تصير العمليه باش ننجم نخدم. باهي، نرجع توا لهنا. دونك انا شنو عندي؟ عندي فورم فاليديشن، معناها انا لازمني لهنا لو طون اني نكليكي ساين اب قبل لهنا، قبل معناها كي نكليكي ساين اب لهنا قبل ما نصنع الفاريابل داتا هذا لازمني نتاكد اللي الفيرست نيم هذا اللي هو بليتو الفاريابل في حد ذاته فيه دوني. اوكي، دونك لازمني نتاكد منه الشيء هذا اللي هو فيه دوني مش فارغ. نفس الشيء باش نعملوا لاست نيم، ونفس الشيء بالنسبه للايميل، ونفس الشيء بالنسبه للباسورد والبايو والبيرث ديت والبيكتشر. دونك لهنا ما نمشيش نعملوا عليها تيست خاطرها ديجا فارغ. اوكي، دونك انا البرنسيب نتاعي شنو هو؟ انه انا قبل ما نصنع هالفاريابل هذا داتا ونحط فيه الدوني نتاعي باش نتستي على الفيرست نيم اللاست نيم الايميل والباسورد والبايو والبيرث دي، ونتستي هل لي دوني نتاعي هذوكم فيهم ريال مون دوني والا دي شين فيد. اذا كان دي شين فيد دونك وقتها شنو باش نعمل؟ وقتها باش نفيشي ليزر. باهي، هذه المرحله الاولى لانه انا باش نتستي ولا باش نشوفهم لي فاريابل هذوما نتاعنا هل فيهم دوني ولا. باهي، توا نتعدل ليتاب الثاني اللي هي شنو؟ اذا كان ما فيهمش دومي شنو باش نعمل؟ اذا كان فما ايرور دونك شنو باش نعمل؟ اكيد اول حاجه نعملها اني ما نخدمش البروسيس هذا، اني ما نعملش التراي والكاتش هذا وما نعملش الداتا، دونك ما نعملش ابيل للسيرفيس اذا كان بيان سور الدوني نتاعو يبداو ناقصين. هذه ليتاب الاول. ليتاب الثانيه شنو هي؟ انه لازمني نفيش يا مساج لهنا بيان سور لهنا في وسط الفورم نتاعي لهنا تحت كل شون، لازمني نفيش اللي الشون هذا فارغ ولا الشون هذا فيه بروبليم معين. اوكي، دونك لهنا
كي نقول انا باش نفيشي ولا كي نقول انا راني باش نحط حاجه في الانترفاس وباش نديكلونشيها باش تتبدل في وسط الانترفاس نتاعي في ايفينمون اللي هو كليك ولا اي حاجه في اي مهما كان الايفينمون نتاعنا. دونك لهنا ديما نخمم في ستيت، خاطر هذا هو اللوجيك نتاع الرياكت، انه انا عندي ستيت ونجم نخدم بها ستيت، والستيت هي اللي باش ديكلونشي لي ولا هي اللي باش تعمل لي تبديلات ولا دي شانجمون في وسط شنو في وسط الانترفاس نتاعي. دونك لهنا كي نقول انا حاجه باش نفيشيها وقت تصير حاجه اخرى، دونك ديريكتومون نخمم في ستيت. اوكي باه، دونك انا لازمني فاريابل. دونك شنو الفكره هي لهنا؟ بيان سور هذه الفكره دونك نجم تاخذوا كيما كي كيما تنجم تجي على بالكم برشا افكار اخرين وتنجموا تجربوا وتستيو لين تفهموا الكونسيبت. باه، فانا شنو باش نعمل هنا؟ انا باش نعمل فاريابل، اوكي كيما اللي فاريابل هذوما كيما البيكتشر كيما البيرث ديت كيما الباسورد كيما البايو، باش نسميه ايرور. الفاريابل هذاك الايرورز هذاك شنو باش نحط فيه؟ باش نحط فيه لهنا لي زيرور نتاعي، وباش نشوفوا مع بعضنا كيفاش باش نخدم هال الجيستيون هذه والا الفورم فاليديشن. باه، باش نجي اول حاجه نعملها شنو هي؟ باش نجي لهنا تحت الليست نتاع لي فاريابل نتاعي، باش نعمل كونست اوكي، وباش نصنع فاريابل جديده. الفاريابل هذا باش نسميه ايرورز. اوكي ايرورز لهنا بالاس، علاش؟ خاطر انا باش لهنا باش ينجم يكونوا بليزيور ايرور. دونك لهنا باش نقول له سيت ايرورز. بيان سور لهنا كي نحكيو على فاريابل دو ستيت، دونك لازم زادا عنده السيتر نتاعو، دونك اسم الفاريابل ومن بعد سيت ايرور كيما قلت لكم المره اللي فاتت. دونك السيت هذه الفونكسيون هي تكتب كلمه سيت وجست تتعاود الفاريابل هذا وجست الاول حرف يبدا او ماجيسكي. اوكي ولهنا لهنا يوز ستيت معناها راهو الفاريابل هذاك فاريابل دو ستيت هذه رياكت هوكس. اوكي ولهنا باش نحط الفالور انيسيال نتاع الايرور هذوكم، ولهنا شنو باش نعمل؟ تو سامبلومون باش نجي لهنا ننزل اونتري وباش نحل اوبجي، خاطر هو الايرور هذاك اوبجي. اوكي باه، وباش شنو باش نحط فيه؟ باش نحط فيه هذوما ها الفيرست نيم اللاست نيم الايميل الباسورد والبايو والبيرثدي. دونك هذوما باش ناخذهم، ناخذ مكايا كنترول سي ونمشي نحطهم لهنا في وسط الاوبجي نتاعي كنترول في. باه هذوما شنو قلنا؟ قلنا لي فالور انيسيال نتاع الحاجات هذوما. دونك لهنا شنو باش نعمل؟ باش نحط شين فيت. اوكي لنا شين فيت. اوكي ولنا نفس الشيء شين فيت. اوكي لهنا نفسخ الايميل. اوكي شين فيد لهنا زاد كيف كيف شين فيد في البايو كيف كيف شين فيد، ولهنا في البيرث ديت زاد كيف كيف شين فيد. دونك هذه ليتا انيسيال نتاع الفاريابل ايرور. الايرور هذا هو اوبجي فيه هذا. اوكي في اوبجي هو فيه الفيرست نيم لاست نيم ايميل باسورد وبايو وبيرث ديت وبار ديفو والا في ليتا انيسيال نتاعهم، دونك فارغين لي شون هذوك اللي موجودين في وسط الايرور لهنا. اوكي باهي، دونك شنو باش نعمل انا ريالمون؟ باش نجي نتستي على الشان تاعي لهنا في الريجستر، باش نتستي انا على الشان وشنو نعمل؟ ومن بعد ما نتستي على الشان دونك باش نحط اذا كان فما ايرور دونك باش نحطها لهنا. دونك باش نقولوا ايرور دو فيرست نيم ايرور بوان فيرست نيم او اوبجي هذا ايرور بوان فيرست نيم، وباش نحط فيه شنو؟ باش نحط فيه الايرور اللي تابعه الفيرست نيم اذا كان ديجا فما ايرور، اذا كان ما فماش ايرور دونك ما نحط حتى شيء. باهي شنو باش نعمل لهنا؟ باش نجي لهنا مره اخرى وباش نعمل فونكسيون هي كامله اسمها فورم فاليديشن. دونك كونست فورم فاليديشن شنو باش تعمل هذه الفورم فاليديشن نتاعي والا الفونكسيون هذه هي اللي باش تستي لي لهنا وباش تشوف لي لي شون هذوما اللي حطيناهم احنا الفوق هذوما الفيرست نيم واللاست نيم والايميل باش تشوفهم لي هل هما فارغين ولا مش فارغين. باه شوفوا كيفاش باش نعمل انا لهنا، باش نجي لهنا وباش نقول له باش نقول له لهنا اف إذا كان شنو؟ إذا كان الفاريابل اللي هو شنو؟ فيرست نيم اللي هو هذا مثلا الشون هذا فارغ، دونك كيفاش فارغ؟ نجي نعملها دوبل إيكال لهنا كومباريزون مع الشين فيد. أوكي إذا كان الشون هذاك فارغ، ألور شنو باش نعمل أنا لهنا؟ ألور أنا لهنا اللي باش نعمله أنه أنا باش نبدل لهنا هذا الإيرورز بوان فيرست نيم وباش نحط فيه راهو مثلا فيرست نيم ريكوايرد. اوكي ونحط فيه الميساج نتاعي اللي هو كيما قلت لكم فيرست نيم ريكوايرد. لكن انا لهنا الفاريابل دو ستيت هذا ما نجمش نبدل فيه ديريكتومون. اوكي ما نجمش نحط فيه ديريكتومون، ما نجمش انا ايرور هذا نجي لهنا ونقول له نجمش نكتب هكا ايرورز دوت فيرست نيم ونحط هكا ونحط ايجا، ما نجمش. علاش؟ خاطر هذيك الرياكت كيفاش يخدم، ما تنجمش ديريكتومون تبدل في وسط الفاريابل هذاك. فكيفاش باش نعمل انا لهنا؟ دونك باش نحاول مادام هو ذاك الايرور فاريابل دو ستيت دونك ما تنجمش تحط فيه هكاك. دونك شنو نعمل؟ باش نعمل فاريابل اخر. اوكي كونست شنو باش نسميه؟ باش نسميه لوكال ايرور، وهو فاريابل اخر. شنو باش نحط فيه الفاريابل الاخر هذا؟ باش نحط فيه
هذا الفاريابل ايرورز هذا اللي هما لي شون هذو. اوكي دونك باش نعمل هكا عباره باش نعمل هكا. اوكي هذا اللوكال ايرور دونك عباره باش ديبليكي انا هذا. اوكي باه ونحط فيه هذا فارغ هذا فارغ هذا فارغ كيف كيف معنا نفس الشيء دونك نخليهم هكا فارغين لي شون هذو نتاع. اوكي توا شنو باش نعمل باش نجي لهنا توا بما انه هذا بيان سور تو ما عادش فاريابل دو ستيت دونك كناش منبدل كيفاش باش نبدل دونك نجي لهنا بيان سور هذه باش تولي ليت لهنا. اوكي نجي لهنا ونقول له شنو هي نقول له لوكال ايرور. اوكي دوت لهنا شنو هي فيرست نيم. اوكي ايغال اذا كان الفيرست نيم فارق دونك هنا شنو باش نقول له باش نقول له فيرست نيم اللي هو الميساج دبل اللي هو فيرست نيم ريكوايرد مثلا. اوكي باه تري بيان توا شنو نعمل نفس الشيء باش نكمل بقيت لي تيست. اف شنو هو اف لاست نيم اوكي فارغ نفس الشيء. اوكي فارغ وقت شنو باش نعمل باش نقولو كيف كيف نفس الشيء لوكال ايرور هذا. اوكي لوكال ايرور هذاك شنو هو لنا باش نقولو last name required. اوكي ولنا هذه last name. اوكي ب ونفس الشيء معناها مع بقيه لي شون دونك باش تقول له باش تستي بالشون بالشون اذا كان هذا فارغ دونك last name local error point first name اذا كان last name فارغ دونك local error point last name اذا كان ايميل فارغ دونك last error local error point ايميل وتحط فيه ايميل ريكوايرد مثلا والمود باس كيف كيف دونك مثلا نجم نزيد زاده نزيد المود باس دونك تحط لي كا بوسيبل الكل. نجي لهنا مثلا شنو سميتها باسورد انا نقول لهنا مثلا لان الباسورد نحب فارغ ونحب زاده مثلا النمبر دو كاركتير بتاع الباسورد يكون يكون مثلا يكون يكون او مينيموم مثلا 8 كاركتير دونك نجي لهنا باش نقولوا اذا كان الباسورد فارغ و اند اند زاده الباسورد فارغ بون مش زاده اور لهنا لازمنا نردوا بالنا من لي كونديسيون هذوما باسورد فارغ والا يا اما الباسورد فارغ والا الكونديسيون الثانيه اللي هي شنو هي باسورد. اوكي دوت لانث اللي هي كيفاش نطلع التايم تاع الباسورد. اوكي انفيريور اشنو هو انفيريور 8. اوكي اذا كان الباسورد فارغ والا الباسورد زاده بوان لانث اللي هي التايم تاعو اصغر من 8 الوغ شنو الميساج لهنا باش نقولوا لاست نيم مش لاست نيم هنا باسورد ريكوايرد اند مثلا مين باغ اكزومبل جي نامبورت كوا 8 كاركتر. اوكي وتحط لي ميساج ضروري تحب عليهم الكل. اوكي ب توا شنو باش نعمل بعد ما تعمل لي تيست نتاعك الكل على الايميل على الفيرست نيم على اللاست نيم على الباسورد على الباي وكل شيء لي تيست اللي تحط اللي تحسم انت بوسيبل الكل شنو باش تعمل وقتها توا تجي لهنا تعمل سيت ايرور. اوكي وباش تحط سيت ايرور هذه اللي هي الفونكسيون اللي باش تسيتي لك لي زيرور هذوما هذه الفاريابل هذا وتحط شنو هي تاخذ اللوكال شنو هي اللوكال ايرور وهكاك دونك لي زيرور هذوك من الكل كانوا محطوطين في اللوكال في اللوكال ايرور معناها في البلوك هذا باش يولوا موجودين توا في الستيت نتاع. اوكي وصلناهم توا للمرحله اللي هي لي زيرور نتاعي موجودين في الستيت باه وباش نفهموا هذا يجي نحطوا هنا شنو نعملوا نعملوا كونسول بوان لوك شنو هي لوكال ايرور والا الاخرى زاد كيف كيف والا الايرور جوست باش نفهموا شنو هو شنو فيه اللوكال ايرور هذايا باه حطيت توا توا باش نتستيها هذه بيان سور باش نجم نتستيها لازمني نجي لهنا ونقول له ريتيرن اوكي فولس اوكي باه دونك الفونكسيون هذه اللي هي فورم فاليديشن بور لو مومون ديما ترجع فولس. اوكي ديما ترجع فولس تعمل سيت للايرورز وترجع لي فولس باه شنو نعمل انا توا باش نجي لهنا بعد ما يصير الفورم فاليديشن وكل شنو نعمل قبل لا كرياسيون تاع الداتا باش نقول له اف اف شنو اف فورم فاليديشن اللي هي الفونكسيون تاعنا فونكسيون ما ننساوش فونكسيون. اوكي اذا كان الفورم فاليديشن ترجع لنا ترو الور شنو باش نعملوا الور باش نخدموا الخدمه هذه اللي هي شنو هي الخدمه هذه لهنا باش نحط لكم لهنا دونك لهنا فورم فاليد اش معناه فورم فاليد معناه لي دوني اللي في الفورم فاليد. اوكي باه هذيك الكا لو دونك وقت يبدا الفورم نتاعنا فاليد ولي دوني فاليد شنو باش نعملوا
دونك لهنا وقتها نصنع الداتا هذه اوكي كنترول اكس نحطها في وسط الايف هذه اللي تاب لولا وبيان سور زاد شنو نعملوا نعملوا التراي والكاتش اللي هي هذه اوكي نعملوا التراي والكاتش نحطوهم تحت الداتا كيما عملنا الداتا دونك تحتها لهنا بعد ما نصنع الواحد الداتا نعملوا التراي والكاتش كنترول في ب تري بيان سينو ناحيه اليدين سينو شنو يصير سينو في الكاس الثانيه اللي هي هي الادز نتاعي هذاك التراي والكاتش هو اجي نحطهم هكا باش يبدا الكود منظم اوكي هذاك التراي والكاتش هاو التراي والكاتش سينو اللي هي هذه ايلز شنو يصير ايلز اذا كان الفونكسيون ترجع لي فولس دونك لهنا باش نقول له لهنا كونسول لوج اوكي باش نقول له بار اكزومبل فورم انفاليد بار اكزومبل جوست باش نفهم انا باه نشوفوا توا هالبروسيس هذا شنو باش يعطينا دونك انا لهنا صنعت الفونكسيون اللي هي شنو هي فورم فاليديشن هذيك اوكي